المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. الهدف النهاردة كان مناقشة مناخ الاستثمار في مصر. حضرتك عارف أن لا تنمية اقتصادية بلا استثمار، وبالتالي يجب أن احنا نهيئ مناخ الاستثمار، نعزز المنافسة، تهيئة بيئة الأعمال. دي أحد الأهداف الأساسية اللي احنا كنا بنتمنى أن احنا نخرج بيها من هذا الحوار. الحقيقة كان في مقترحات بناءة جدا من السادة الحضور في حزب مستقبل الوطن ومن السادة النواب في البرلمان بغرفته اللي كانوا حاضرين. استفدنا من الحوار ده. هو كان في استفسار بخصوص مثلا مركز خدمة المستثمرين بشأن الإجراءات اللي فيه، بشأن رغبات السادة في أن يتم تقليل المدة. وضحنا قرار رئيس الوزراء، قرار دولة رئيس الوزراء بأن الإجراءات ما تاخدش أكتر من 20 يوم وتم تطبيقها بالفعل بصرامة والتزمت بها الجهات. حوار دايما بيفتح مجالات جديدة لفهم مواضيع يمكن ما نكون إحنا في المهمة التنفيذية كل يوم الصبح نكون منغمسين في الأدوات التنفيذية بتاعتنا، فمهم جدا وجود هذا الحوار كل فترة بحيث نقدر نسمع من جهات